السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكر الهواري، خليكم فاكرين الاسم ده عشان ده هيبقى علامة كبيرة جدا كده، واحتمال يبقى حد زي محمد علي قريب. فكر الهواري ده فشخ السيسي حرفيا، قلعه مال حرفيا. الشعب ده هيعرف ان اصلا بلد ده ملك بالسنة ربنا نزله يحكم بلده، والله العظيم الله قال لي ولسه هتشوف ايامه خير. الناس اللي جاي لا 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 كلام مش طلع عيله للناس. الوحيد في مصر اللي ما ورثش ولاده مبارك ولا خلى واحد يظبط جمله فكر الهواري دي بتاعت مبارك جزمته برقبه السيسي والكلام، عامله زي مرتضى منصور. فاكرين مرتضى منصور لما قالك البلد دي ما فيش فيها ذكر؟ البلد دي ما فيهاش راجل، خد مني انا على الطلاق ما فيها راجل، تقعد تقول لي كهربا مش كهربا. كمان عبد الرحيم عارف، فاكرين عبد الرحيم علي لما قالك انا مش هعمل في ميتين مش عارف ام ومين وانا ما حدش يقدر عليا؟ ده كان عبد الرحيم عارف. لا محدش فوق القانون يا عم، دي مراتي ولا القانون ثم القانون. لا 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 مين اللي بيتكلم عنه؟ انت الجمهوريه ما عادش يوديني النيابه. لا 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 محدش فوق القانون. ولا تعالى الصلاه دي المحرمات من بيت عبد الرحيم ما يعرف يوديني النيابه العام. الجمل دي كلها بتزعل العميل الصغنن ده، بيزعل من الحاجات دي كلها، بيزعل ازاي انا 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 مفيش زيي، ازاي انا كل يوم في مؤتمر في 900 مؤتمر في 3000 مؤتمر بطلع اشتم مبارك والسادات وعبد الناصر والبسهم العمه والليله كلها واقول للناس ان دول الفشره. ليه اللي قبل مننا كانوا قادرين يا دكتور مصطفى يطوروا؟ ليه يا كامل؟ مفيش خايف، خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو، نخرب فيها ونخليها كهن. نخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن. فكر الهواري رجل الاعمال اتكلم عن حسن راتب رجل الاعمال اللي زيه، وقال لك حسن راتب رجل الاعمال بتاع قناه المحور، قال له ايوه، قال له ماله؟ قال له هو ده اللي بنى الجدار العازل لاسرائيل. بنى ازاي؟ قال لك ننسينا يا مبارك. حسن راتب عمل الجدار العازل لاسرائيل، خد كام لاعب؟ خد $600 مليون. هم بقى رجال اعمال بقى وكلهم حاشيه من المعرضين المطبلاتيه المنافقين، كلهم حفله مع بعض حاشيه قذره عليها خلطه خيانه، على خلطه فساد، على خلطه قذاره، على قمع، على قتل، على سحق، على تدمير، على سرقه، على نهب من الشعب المصري. فكر الهواري راح قال لك بصوا بقى، انا ليا 97 ضابط انا اللي مدخلهم الشرطه، دول كلهم خاتم في صباع. عندي 97 ضابط دخلتهم الشرطه، عندي حضرتك طلبه مودوهم النيابه العامه والنيابه الاداريه ومجلس الدوله وهيئه قضايا الدوله وثانويه جويه وفنيه عسكريه. شرطه جوه شرطه، لو وزاره الداخليه جوه وزاره الداخليه، ما هي ميغه. وبالمناسبه فكر الهواري مش كداب، والدليل اقروا السكرينات دي، شوف ابن مين بقى دخل ضابط ونجح، في حين ان اللي يستحقها عنه ما نجحش، لان ما معكش واسطه والسيسي بيكره الواسطه. اسمعوا، انا ما بحبش الواسطه والمحسوبيه بجد، يمكن الناس ما تصدقوش كمان. عندي 97 ضابط دخلتهم كل شرطه. بيكره الواسطه، سموت وسموا الواسطه. ما بحبش الواسطه. لكن دول ما خلوش واسطة، هي الصدفة، الصدفة حكمت ان اولاد الاكابر اولاد الحاشية هم اللي نجحوا زي ما انتم شايفين السكرينات. الصدفة. وما تنسوش تاني السيسي بيكره الايه؟ ما بحبش الواسطة والمحسوبية. نستنتج ايه من القصة دي كلها؟ ان النظام ده من جوه مخترق، نظام ضايع، نظام كل اللي فيه عارفين ان احنا فسدة بس المصلحة سارية معانا، يعني انا عارف ان انا فاسد والسيسي ده فاسد، بس مصلحتي مع السيسي مش مع اللي كان زي مرسي رحمة الله عليه. المشكلة في كل الكوارث اللي تخرج من النظام ده ومن رحم النظام ده وبيفضحوه من فتح، زي شفنا ميرفق ومستشارين السيسي حلقة لعبد الله الشريف، زي ما شفنا محمد علي لما خرج فضحهم قصور السيسي، والسيسي خرج قال لك ايوه قصور رئاسية وهعمل ببني قصور وهبني تاني وهبني تاني، ما عندوش مشكلة. كل الناس اللي خرجت من رحم هذا النظام وفضحته وعرته وعرفت الخلايق انه حرامي وانه نصاب كلهم عارفين نفسهم اقزام واوساخ، ولكن المصلحه بتجعلني استمر مع السيسي الى ان ياتي دور انهاء مصلحه، اطلع الله عمرك وخليني هو قذر وحقير وفاسد وحرامي وجزمه مبارك برقبته وكل حاجه حلوه. اي مش هي دي مصر بزراميه زي ما قالها بلحه، دي اشباه دوله شبه دوله حراميه موجودين على الكرسي وعارفين انهم حراميه، بس مصر مغلوبه على الامر. سلام عليكم.